الرب. هاي القصيدة مهداة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة حفظه الله ورعاه ورحمه، وإلى أنجال أصحاب السمو أنجال الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله طيب الله ثراه واسكنه فسيح الجنات يا رب. أقول فيها: دميان نديب يعاني من بلغ رسالي، صديار يشرح الصدر لا عيها دار زايد، زايد الخير بأفعالي، أفعال زايد مني واحيها، زايد اللي يرخص الغالي داره وشعب الرابي فيها. الله أعطاه المجد ورجالي، رجالي نشد الظهر فيها، منهم خليفة الريس العالي يعلي لشعبه في مبانيها، يبذل جهود ويرخص المالي، يبغى السعادة المسكن فيها. عيال زايد للدولة ضلالي، لعاينة عين العدا فيها، فيهم فتن كالنمر يختالي، لتغلدت الأمثال ينهيها، هو معذبنا مع أنها محالي، يقرب المراي ما يخليها، ذاك مرسودي إذا خطيت مرسالي، راعي الشهامة دام راعيها، محمد أبو خالد اللي يصعد العالي، شيخ سخي النفس صافيها، يا شيخ يا شيخ يلي فيك لا مالي، وصاف زايد حزت صافيها، لك سخاوة نفس وقبالي وقبالي وبخلاقك دربها اتزهيها، يا كم من مواطن ياك في حالي، لسكت به الدنيا بلاويها، مدير الكرم والجود بالحالي، من شيخ سخية نفس راعيها، هاضمابي بضر ممثالي، يفهم فطين العقل تاليها، تنين دنية غرة رجالي، تغري وتسحب من يجاريها، من يطلب الفردوس في العالي، دنياها بطاعة الرحمن يبنيها، وسبعا رفعها فوق نظلالي، وجرى سحابة بغيث يسقيها، أسقى ديارا صابها محالي، أسقى ديارا صابها محالي، واصبح جميل النبت يزيها، وارض انبسطها سهول ويبالي، وجرى عيون الماء في نواحيها، وسلمتم. والله يطول عمر معازيبنا ويخليهم لنا ولا يحرمنا منهم، ويحفظ لنا انجال الشيخ زايد اجمعين. خط القلم وصل قلم. قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلمات الشاعر محمد بن حمدان أبو قبي المنصوري، أداء سيف الكعبي. خط قلبي وصف قايد، تحتار في وصف جميل القصايد، يا رب ارشدني بقول مسدد، يا رب ارشدني بقول مسدد، في مدح مايد من نسل مايد، افتح مغاليق وفك بابا، افتح مغاليق وفك بابا،